الرئيس السيسي يتفقد تطوير عدد من المحاور والطرق بشرق القاهرة. الرئيس العراقي يشدد على إجراء الانتخابات في موعدها ويدعو لتحكيم لغة العقل لتجاوز هذه الأزمات. منظمة الصحة العالمية تدعو إلى فصل السياسة عن العلم في تتبع أصل فيروس كورونا. الثانية عشرة ظهرا العاشرة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة، والبداية مع زميلة نهى درويش. أهلا بك نهى. أهلا بك دانا. أهلا بكم. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن الرئيس السيسي اطلع على أعمال التطوير في المحاور المحيطة بمطار القاهرة الدولي، ومشيرا إلى أن الرئيس السيسي توقف أثناء الجولة التفقدية ليناقش المسؤولين بمواقع العمل ويطلع على سير الخطوات التنفيذية، حيث شدد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال. كما التقى الرئيس السيسي بعدد من المواطنين والذين تصادف وجودهم أثناء الجولة، حيث تبادل معهم الحديث بشأن أحوالهم المعيشية والاستماع إلى مطالبهم. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، حيث اطلع سيادته على أعمال التطوير في المحاور المحيطة بمطار القاهرة الدولي، خاصة شارع عبد الحميد بدوي وتقاطعه مع طريق الأوتوستراد. مشروع تطوير محيط شارع درافندا في النقطة تقاطع الأوتوستراد مع شارع عبد الحميد بدوي فندم. تم تنفيذ فندم المشروع فندم عبارة عن 13 كيلو و250 أطوال طرق وتطوير ما بين إنشاء جديد فندم وبين تطوير وتعريض الطريق فندم اللي يصل إلى 8 حارة مرورية في بعض الأماكن فندم، بواقع 16 حارة مرورية. أحد أهم الطرق فندم اللي إحنا تم تنفيذها تقاطع عبد الحميد بدوي مع طريق الأوتوستراد. المنطقة دي فندم كانت بتسبب اختناق مروري. تم تنفيذ عدد 2 كوبري دوران الخلف للقادم من عبد الحميد بدوي رجوعا الى شارع عبد الحميد بدوي ثم محور جوزيف تيتو، والاتجاه العكسي فندم القادم من مدينه نصر للعوده الى مدينه نصر فندم بدون اي تقاطعات سطحيه فندم. تم تنفيذ فندم الطريق للتطوير طريق الاوتوستراد بطول كيلو 700 جاري فندم رفع مساحي لتطوير ما تبقى من طريق الاوتوستراد وصولا الى طريق ابو غزاله، وزي ما سيادتك امرت فندم جاري رفع مساحي ودراسه تطوير شارع الملتقى العربي ليصل الى طريق الاوتوستراد برضه فندم بعد انتهاء الصينيه زي ما سيادتك قلت قبل كده فندم، وصولا الى الاوتوستراد. تم تطوير فندم محور المشير احمد اسماعيل بطول 2 كيلو و200 من تقاطعه مع صلاح سالم فندم وصولا الى طريق الاوتوستراد اللي عشان يخدم فندم على طريق السويس عبر طريق الصاعقه فندم. تم تطوير فندم شارع الشهيد سيد زكريا بطول كيلو 600 وتم تنفيذ فندم اماكن انتظار للانشاء مكتظ بالاماكن التجاريه والسكان، فتم تنفيذ فندم اماكن انتظار على المائل في الجزيره الوسطى فندم. تم تنفيذ فندم عدد 2 وصله عرضيه للربط بين شارع عبد الحميد بدوي وشارع الشهيد سيد زكريا زي شارع الحسن فندم بطول 400 متر او شارع النصر فندم بطول 500 متر. جاري دراسه فندم تطوير عدد 2 طريق عرضي اخر شارع خالد بن الوليد وشارع الموازي لشارع انقره فندم. شارع انقره فندم بطول حوالي 2 كيلو 400 جاري دراسه فندم تطوير الشارع الموازي ليه زي ما سيادتك امرت قبل كده دراسته من حيث المرافق فندم والتخطيط فندم. تم تنفيذ فندم رفع كفاءه شبكات المرافق في نطاق محيط شيراتون فندم باجمالي 35 كيلو خطوط ميه مع تنفيذ فندم خط صرف صحي لصرف الامطار في الكيلو 700 بتوع شارع الاوتوستراد فندم، لان هنا ما كانش فيه فندم اي خطوط صرف مطر خالص، فتم تنفيذ خط شركه الصرف الصحي تم نفذت كيلو 700 خط صرف صحي لخدمه الكيانات المستقبليه او لصرف المطر فندم اللي هيبقى موجود هنا ان شاء الله. تم تنفيذ فندم الاعمال اللاندسكيب في نطاق التبه في نهايه شارع عبد الحميد بدوي زي ما سيادتك امرت، او جاري تنفيذ فندم تنفذ جزء وجاري تنفيذ الجزء الاخر فندم.
تم تنفيذ عدد 2 وصل عرضيه بطول 2 قصدك الحمايه؟ اي فندم، الحمايه واللاند سكيب بعديها يا فندم. الحمايه جاري تنفيذها واللاند سكيب بتنفذ منها جزء وجاي تنفيذ الباقي يا فندم. 2 وصل عرضيه للربط ما بين شارع عبد الحميد بدوي والاوتوستراد عند كوبري الصاعقه فندم بطول 200 متر تم تنفيذهم بالكامل يا فندم. بص يا محمد، عموما يا فندم الشارع ده تمام سيادتك، دي حديقه تمام سيادتك، قدامها شارع وشارع تمام سيادتك، ودي حديقه قدامها شارع وشارع تمام سيادتك، لو سمحت دول اربعه هنا اربعه هنا اربعه هنا تمام سيادتك، يتعملوا اوامر فندم. نفس الكلام لهنا، مفيش مكان لسه يمشي فيه اوامر. ادي حاجه. الحاجه الثانيه، انتوا عملتوا الشارع حتى بتاع حميد بدوي اللي احنا مشينا عليه تمام سيادتك، انا فوجئت ان الرصيف الجنب اليمين كله عايز ترفع كفاته، طب بتعملوه؟ تمام سيادتك فندم. بلما عملنا شارع نخرج منه من اوله لاخره، بحيث ان انا اخرج بالشارع ده ايه يمين وشمال والرصيفة بتاعته كله خلصان مرة واحدة بقى. أوامر فوق. شكري. كما التقى سيادته بعدد من المواطنين الذين تصادف وجودهم أثناء الجولة. تكشف المارس معلم منك وتبع الرئيسنا طول العمر وانت طيب وانصرك ويفديك. أنا عندي 63 سنة. ربنا يديك الصحة. عايزة تركيب عين؟ عيني. وفي رجلي 25 مسمار؟ عيني. ما خدتش ولا عربية. طبعاً معوقين. وعليا وعليا تفضل وري الباشا العلاني. وعليا إيجار. إيجار. للشقة يا ريتك تخلصني إيجارها. لأن دي مش باسم الشقة أنا شارياها. من أبويا السيد. ده العنوان بتاعي في الشهر. ايه تاني؟ وسلامتك انت حبيبنا ومالناش الا انت، وطول عمري ان انا نفسي اشوفك. وانا سعيد بشوفك. الله يرضيك، الله يبارك، الله يكفيك شر المرض. مش عايزه حاجه تانية؟ عايزاك تخلص لي ايجار الشقه. كل اللي انت عايزاه. وعايزاك تعمل لي عيني وتجيب لي حرامية مش بقدر امشي. اتصور معاك بقى. شر المرض. ما احنا متصورين. اتصورنا. السلام عليكم. أعلنت دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان نقل السيدة منى محمدي والتي التقاها السيد الرئيس خلال تفقده أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة إلى مستشفى معهد ناصر، وذلك لتلقي العلاج على نفقة الدولة وفقا لتوجيهات السيد الرئيس بتقديم كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة لها. هذا وأوضح دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن الوزيرة توجهت بإرسال سيارة إسعاف مجهزة من أجل نقل السيدة إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث تعاني من مرض السكري والتهابات بالعين. هذا وقد رافقت كاميرا إكسترا نيوز السيدة منى محمدي خلال نقلها إلى مستشفى معهد ناصر، ووجهت في لقاء خاص مع مراسلنا الشكر إلى الرئيس السيسي على اهتمامه بحالتها وتوجيه بتوفير كافة السبل الرعاية الصحية لها. أنا مزولة دلوقتي بينكم، ما كنتش متوقعة، لأن الألم تعبني قوي 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 في عيني وفي رجليا. وبعدين عندي ورم في اليمين حميدي. وبعدين ربنا المستعان، وربنا يبارك لك ويفديك ويرضيك، وجعلك رئيسنا العمر كله، ويطول عمرك لينا، مش ليا لوحدي، لمصر كلها، تحيا مصر. والحقيقة في استجابة فورية من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستغاثة المواطنة منى حمدي، وجهت السيدة معالي وزيرة الصحة باستقبال منى في معهد ناصر وتوفير كامل الرعاية الطبية ليها على الفور. أنا كلمتها وعرفت عنوانها بالضبط وبعت لها عربية إسعاف بدكتور وجبناها، وكان في انتظارها كان فريق كامل من السادة الأطباء في كل التخصصات اللي هي قالت لي عليها وأنا بكلمها. ففي دكاترة رمض عظام جراحة أورام بطن عشان السكر، وهم بالفعل بمجرد وصولها دلوقتي هم بيقيموها وعشان نعمل لها كل التحاليل والفحوصات اللازمة ونبدأ بقى معها الخطة العلاجية إن شاء الله. تعقد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مؤتمرا صحفيا بعد قليل للإعلان عن ما تحقق من إنجازاتها وخططها المستقبلية، والمزيد مع الزميلة لمى جبريل. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، نحن في انتظار انطلاق المؤتمر الخاص بالمتحدة للخدمات الإعلامية للإعلان عن 5 سنوات من النجاحات
والتطوير في المحتوى التلفزيوني بشكل عام. الحقيقة أنه المتحدة للخدمات الإعلامية كانت مهتمة بكل المحتوى التلفزيوني، لو نتحدث عن أخبار وتوعية فكانت ربما شكل من أشكال البداية هو التطوير اللي حدث في قناة أكسترا نيوز الإخبارية لعام 2020. كان فيه اهتمام بسرعة ودقة نقل المعلومات من كل مكان في العالم إلى جانب طبعا الداخل المصري، يمكن ده تبلور بشكل أو بآخر خلال جائحة كورونا. كان لأكسترا نيوز وطبعا كل قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية دور هام جدا في التوعية بالتباعد الاجتماعي، بخطر هذا الفيروس تحديدا في أيامه الأولى. أكسترا نيوز انطلقت بثوبها الجديد زي ما قلت لحضراتكم في عام 2020، وتوسعت شبكة مراسليها وشبكة معلوماتها ودقة أخبارها من الداخل والخارج. طبعا زي ما كلمت حضراتكم عن دور المتحدة للخدمات الإعلامية خلال جائحة كورونا، لن ننسى المبادرة الخاصة بدعم جيش مصر الأبيض. حقيقة هذه المبادرة بدأت في بداية الجائحة عام 2020، وده كان دعم وسند لجيش مصر الأبيض من الأطباء والأطقم الطبية لمؤازرة ودعم الحقيقة الجيش المصري الأبيض اللي كان في الصفوف الأولى أمام هذه الجائحة الخطيرة. وكان فيه الحقيقة مبادرة أخرى أو شكل من أشكال التوعية الآخر، وهي توسيع أو تباعد بين اللوجوهات على القنوات المختلفة. الكثير الحقيقة من التطوير اللي تم في المحتوى التلفزيوني بشكل عام خلال تولي المتحدة للخدمات الإعلامية معظم المحتوى التلفزيوني، إذا كان من خلال القوى الناعمة والدراما وعودة تربع الدراما المصرية مرة أخرى على عرش الدراما العربية. ومن أبرز أنواع الدراما اللي أثرت في المصريين وكان ليها دور قوي الحقيقة في إحياء الانتماء مرة أخرى لاختيار بجزئيه. الاختيار الحقيقة نوع مختلف وهام جدا من المحتوى الدرامي اللي قدم للمصريين، وكان إنتاج للخدمات أو الشركة المصرية للخدمات الإعلامية خلال السنوات الماضية. القوى الناعمة بأشكالها المختلفة كان ليها اهتمام خاص، إذا كان من خلال منصة واتشت وهي منصة رقمية طبعا بتنقل معظم الحقيقة أعمال مصرية وأعمالنا المصرية القديمة والحديثة، وفي تطور هام جدا مع التكنولوجيا الحديثة الرقمية لنقل المحتوى إذا كان الدرامي أو التلفزيوني عبر المنصات أونلاين. بالحديث طبعا عن القوى الناعمة، كان في تركيز هام إذا كان من خلال سي بي سي دراما، دي أم سي دراما أو أون دراما على الدراما المصرية المختلفة، وكان ليها إنتاج خاص الحقيقة الشركة للخدمات أو الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال عام 2021. لن ننسى رياضة في مصر حقيقة، أون سبورتس 1 وأون سبورتس 2 كانت دائما مهتمة بكل جديد بكل ما يخص الرياضة المصرية من خلال كوكبة هامة جدا، إذا كان إعلاميين رياضيين ومحللين بارزين بيطلوا علينا من خلال هذه الشاشة. المتحدة للخدمات الإعلامية الحقيقة اهتمت بكثير من الأدوار المجتمعية، اهتمت بالكثير من الأدوار المختلفة، إذا كان من خلال قناة القرآن الكريم، هي أول قناة مصرية للقرآن الكريم بيبث من خلالها حقيقة الأصوات الرائعة المصرية، وفي الحقيقة أيضا بادرة هي الأولى من نوعها بنقل عظة الأحد للأقباط المصريين، ده بعد جائحة كورونا وغلق الكنائس. الكثير من الخطوات الهامة على خطى الإعلام المصري والمحتوى التلفزيوني المصري، ولو هنعود أيضا بذكرة لو حضراتكم تتذكروا أيام تركيز الإخوان على الشائعات ضد الدولة المصرية، كان في تركيز هام أيضا من قبل القنوات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالرد على هذه الشائعات. كنا بنرد على آلاف ومئات من الشائعات، ولكن بالأرقام وبالمعلومات وبالدلائل الحقيقية على الأرض. النهاردة نحن في انتظار المؤتمر الخاص بنقل 5 سنوات من التطوير للمحتوى أو للمحتوى التلفزيوني
في شركة المتحدة للخدمات الإعلامية. ننقل لحضراتكم لحظة بلحظة كل ما يحدث وكل ما هو جديد خلال هذا المؤتمر اليوم. أعود مرة أخرى للاستوديو. تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار استمرار الدعم وتضامن المصري مع الدول الشقيقة والصديقة، أقلعت طائرة نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملتين بكميات كبيرة من المساعدات الطبية والمقدمة من مصر إلى الأشقاء بدولة جيبوتي. ومن جانبه أعرب الجانب الجيبوتي عن تقديره الجهود المبذولة من مصر ولتقديمها كافة أوجه الدعم للأشقاء الأفارقة، ومؤكدا على أهمية تلك المساعدات في دعم قطاع الصحة الجيبوتي والتغلب على كافة الشدائد التي يواجهها الشعب الجيبوتي. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار استمرار الدعم والتضامن المصري مع الدول الشقيقة والصديقة، أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملتين بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى الأشقاء بدولة جيبوتي. من جانبه أعرب الجانب الجيبوتي عن تقديرهم للجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية وتقديمها كافة أوجه الدعم للأشقاء الأفارقة، مؤكدين على أهمية تلك المساعدات في دعم قطاع الصحة الجيبوتي والتغلب على كافة الشدائد التي يواجهها الشعب الجيبوتي. تأتي تلك المساعدات انطلاقا من الروابط القومية وموقف مصر الثابت تجاه أشقائها والوقوف معهم في مواجهة المحن والأزمات. وللمزيد أيضاً عن عقد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لمؤتمر صحفي بعد قليل للإعلان عن ما تحقق من إنجازاتها وخططها المستقبلية، المزيد مع الزميلة نانسي نور. مساء الخير، أهلا بحضراتكم. أحدثكم اليوم من مقر انعقاد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لمؤتمرها الصحفي للحديث عن 5 سنوات ماضية من التطوير، وأيضا ما هي الخطوات المستقبلية التي ستتخذها الشركة. الحقيقة أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية غيرت من الشكل التقليدي للإعلام المصري وأعادت هيكلة هذا الإعلام ليتواكب مع العصر الحديث. يمكن الشركة المتحدة وضعت على عاتقها كما يعلم الجميع فكرة بناء وعي للمواطنين المصريين، محاربة أو مواجهة حروب الجيل الرابع والخامس أو ما يتعلق باحتلال العقول تحديدا، عن طريق عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية تابعناها جميعا على الشاشات الخاصة بالمتحدة، سواء كان رمضان الماضي أو رمضان 2021، ده بجانب طبعا عدد كبير من الأعمال السينمائية التي تعمل فيها الشركة المتحدة على إعادة بناء الوعي المصري. هذا من جانب. من جانب آخر، يمكن يعني كوني أحدثكم على شاشة إكسترا نيوز، الحقيقة أنه من أيضا أحد العلامات المضيئة للشركة المتحدة إطلاق قناة إكسترا نيوز في ثوبها الجديد في عام 2020، لأيضا يكون هناك تنوع في الأخبار ومواكبة الخبر لحظة بلحظة على شاشة إكسترا نيوز. والحقيقة أيضا أنه بجانب هذا
هذا خرجت الشركة المتحدة من الوعاء الإعلامي إذا صح القول، أو من دورها الإعلامي للمسؤولية الاجتماعية. تابعنا على سبيل المثال خلال أزمة فيروس كورونا حملة شكر الأطباء، شكرا أطباء مصر، وتابعنا العديد من الحملات التوعوية سواء كانت على أرض الشارع، العديد من القوافل الخاصة أو السيارات الخاصة بالمتحدة كانت تجوب الشوارع المصرية وتشيد بدور الأطباء المصريين خلال هذه الأزمة، أزمة فيروس كورونا. العديد أيضا من المسؤولية الاجتماعية التي وضعتها على عاتقها، على سبيل المثال ما يتعلق بتوزيع عدد من الكراتين الرمضانية خلال شهر رمضان المبارك للفئات محدودة الدخل، وفي بعض الأحياء كالأسمرات على سبيل المثال. أيضا تابعنا عرض من خلال المتحدة أو الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بجانب بناء الوعي الخاص بالدراما والسينما، على الجانب الآخر كان في تنوير بالإنجازات التي قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية عن طريق عدد من الأفلام الوثائقية، والتذكير دائما بما قامت به الدولة من افتتاحه من مشاريع قومية كبيرة. هذا من جانب. من جانب آخر، خلال أزمة فيروس كورونا وبسبب يعني غلق التعليم لفترة معينة كما حدث في عدد من دول العالم وحدث في مصر، الحقيقة أن الشركة أيضا وضعت على عاتقها هذا الملف وخصصت فترة من الفترات التعليمية على قنواتها لأبنائنا الطلاب. هذا من جانب. من جانب آخر كان في اهتمام أيضا بالصم والبكم وتخصيص لغة الإشارة في عدد من القنوات ليصل المحتوى سواء كان الإعلامي أو الخبري لسبعة ونص مليون مواطن مصري. على جانب آخر أيضا الحقيقة أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قامت بالعديد من المشاركة، خليني أقول، للمصريين في احتفالاتهم. تابعنا احتفالات الشركة بالعام الميلادي الجديد وأيضا احتفالات 6 أكتوبر، والحقيقة أنه كان شيء مبهج للغاية وأضافت جو من البهجة للمصريين خاصة خلال العام المنصرم الخاص بفيروس كورونا وبسبب التباعد الاجتماعي والإغلاق. أيضا الحقيقة أنه من أهم إنجازات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إطلاق منصة واتشت، وهذه المنصة التي أحدثت طفرة في التحول الرقمي واستطاعت بها أنها تنافس المنصات العالمية، وأيضا استطاعت أنها تقوم بجذب فئة كبيرة وتوافق كل يعني الأذواق الخاصة بالمواطنين. على كل حال يعني العديد من الإنجازات قامت به الشركة المتحدة خلال السنوات الماضية وبالتأكيد ستقوم بالعديد خلال الفترات القادمة. بعد قليل سيبدأ مع حضراتكم المؤتمر الذي بالتأكيد به المزيد عن ما قامت به الشركة. شكرا لكم. أكد رئيس العراقية برهم صالح بأن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد هو استحقاق وطني ومطلب شعبي، ودعا صالح خلال كلمة له في المؤتمر الرابع لمنظمات المجتمع المدني القوى السياسية إلى تحكيم لغة العقل من أجل تجاوز الأزمات ومحاربة المال السياسي وكبح الفساد. إن المهمة الأساسية والجوهرية والتي على أساسها تشكلت الحكومة الحالية هي إجراء الانتخابات، وهو مسؤولية وطنية كبيرة لا تتوقف عند الحكومة فقط، بل تتحمل المسؤولية أيضا القوى السياسية الوطنية والتي أسهمت في تشكيل الحكومة في ظروف حساسة وبالغة التعقيد، وأيضا يتطلب تكاتفا مجتمعيا، وفي طليعة ذلك العمل المجتمعات الجمعيات المدنية والغير حكومية والتي يمكن أن يكون لها دورا فاعلا وأساسا في هذه المرحلة، ونحن نمهد لإجراء الانتخابات القادمة. لمزيد من النقاش والمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد دكتور جاسم الموسوي أستاذ العلوم السياسية. ورحب بك دكتور جاسم معنا في هذه الجولة الإخبارية. بداية بعد تحية، كيف تبعت هذا التصريح من قبل الرئيس العراقي برهم صالح بوصفه لهذه الانتخابات في موعدها المحدد بأنه استحقاق وطني، وهل تعتقد أن سيكون هناك نوع من المشاركة الكثيفة للمواطنين العراقيين بعد هذا التصريح؟ شكرا جزيلا. تعرفين اولا هذه الحكومه التي شكلت حكومه الكاظمي كان لديها هدفين، الاول خلق استقرار ومن ثم استعاده الانتخابات. ما جرى من تظاهرات
هو المطالبة بمفوضية انتخابات مستقلة وقانون أحزاب لإجراء انتخابات وتأكيد شرعية الوجود التي سلمت في انتخابات 2018. تأكيد رئيس الجمهورية جاء بعد اللغط الكبير الذي سار بين الأوساط الشعبية والسياسية على أن الانتخابات سوف لن تجرى، خصوصا أن روسيا أعلنت انسحابها. طبعا هل يعني ستنجح أو ستجرى هذه الانتخابات؟ أنا أقول من الصعب جدا التفاهم في ظل المعطيات على الواقع العراقي أن تكون هناك انتخابات أو انتخابات نموذجية أو مثالية أو أقرب إلى الحقيقة. نسبة المشاركة لا أعتقد يعني ستزداد، خصوصا أن هناك صراع سلاح يجري كما قبل الانتخابات، وهذا الصراع في شرارة كثيرة واضحة. أن الجمهور أولا لا يثق في قضية الانتخابات التي بكل تأكيد معاصصة، ويعتقد أن قانون الانتخابات فصل على فصال حزبي، ويعتقد أن الاغتيالات التي تحدث لا تؤدي إلى مساحة الحرية لإجراء أو المشاركة في الانتخابات. لذلك إذا ما تأخرت المشاركة أو تخلفت المشاركة عن الانتخابات سنعود إلى نفس النتائج 2018 التي كان شرارتها هو عدم المشاركة ووجود سلبية في الانتخاب. نعم، هذا يمكن دكتور جاسم يجعلني أسألك، في ظل هذه الصراعات هل تعتقد أن الأجواء مهيئة الآن لعقد هذه الانتخابات، أو ما هو الدور الذي ستلعبه هذه المنظمات أو منظمات المجتمع المدني في ظل وجود انتشار كبير الأسلحة واغتيالات لعدد من الناشطين وأيضا تنشيط أو نشاط كبير للجماعات الإرهابية؟ أول شيء أساسا العراق في حاجة إلى انتقاد سياسي حقيقي، بمعنى انتقاد سياسي من خلال الانتخابات، لكن في ظل الظروف الحالية التي تدور في العراق لا أعتقد أن هناك قبول من أي من الأطراف بربح منقوص وخسارة محدودة. الكل يبحث عن ربح بالكامل. لا أعتقد أن منظمات المجتمع المدني ذات تأثير أو تتمكن من أن تخفض نسبة التوتر بين القوى السياسية، خصوصا أن هذه المنظمات يعني في أغلبها هي منظمات تنتمي إلى هذه الكتل السياسية وتتماشى مع سياسة هذه الكتل السياسية. لكن هو السؤال الأهم، أمل العراقيين في خلق الاستقرار يأتي من خلال إجراء انتخابات يقبل الحرس القديم ببعض الخسارة ويقبل الحرس الجديد بربح أيضا، لا أقول كامل مكتمل وإنما فيها أيضا بعض. وهو يمكن ما دعا به الرئيس العراقي برهم صالح القوى السياسية بهذا المطلب. أشكرك شكرا جزيلا دكتور جاسم الموسوي أستاذ العلوم السياسية، كنت تحدثنا من بغداد، شكرا جزيلا لحضرتك. ألقت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية القبض على 12 إرهابيا في مناطق متفرقة من محافظة نينوى، وأشارت خلية الإعلام الأمنية إلى أن المتهمين اعترفوا بالاشتراك بعدد من العمليات الإرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين، وحث العراقيين بالانضمام لتنظيم داعش. قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن محاربة الإرهاب جزء أساسي من سياسة العراق، وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الباكستانية في بغداد أشار الوزير العراقي إلى أن الإرهاب يعتبر تهديدا للمنطقة بأكملها ويجب التعاون من أجل القضاء عليه. الإرهاب تهديد لباكستان وللمنطقة، والإرهاب تهديد للمجتمع العراقي. الكثير من القادة الإرهابيين في العراق كان لهم دورات تدريبية في أفغانستان، وتبنوا نفس العقيدة الإرهابية في أفغانستان، فلهذا التعاون في هذا المجال تعاون حيوي. محاربة الإرهاب جزء من السياسة التي نتبعها ونتعاون مع دول الأخرى في سبيل محاربة الإرهاب في بلدنا وفي البلدان الأخرى. قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إن بلاده تقف بجانب العراق وتدعمه في مجال محاربته للإرهاب. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي في بغداد قال قريشي إن باكستان تتطلع لآفاق تعاون جديدة مع بغداد. أنا أتطلع إلى علاقات تعاون جديدة مع العراق، ونحن نستطيع أن نساعد الواحد الآخر
How can Pakistan and كيف انه help Iraq in its كيف انه ساعدت العراق في مجال الامن الغذائي get Iraqi oil ان كيف ان نستطيع ان fulfill our energy نستورد العراقي النفط العراقي you know provide manpower for reconstruction وكذلك المساعدة تقديم المساعدة في إعادة الإعمار وتحرير المدن كيف أن يأخذ دور في عملية البناء في البنى التحتية العراقية. دعت منظمة الصحة العالمية لفصل السياسة عن العلم في تتبع أصل كورونا. قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية مايكل رايان إن المنظمة ستسعى للحصول على مزيد من الآراء المهنية من الدول الأعضاء في إجراء المزيد من البحوث العلمية. سجلت الهند أكثر من 173 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية في أدنى زيادة يومية لها منذ 45 يوماً. وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن إجمالي عدد الإصابات في الهند بلغ 27 مليوناً و700 ألف مع تسجيل 322 ألفاً و512 حالة وفاة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من نيودلهي دكتور قطيبة الحمداني الخبير البيولوجي. أهلا بك دكتور قطيبة في هذه الجولة الإخبارية. وفي البداية يعني بعد تسجيل هذا الرقم والذي يعد الأدنى منذ 45 يوما، هل من الممكن أن تصف لنا الوضع الوبائي في الهند الآن؟ مساء الخير عليكم. نعم، الهند البارحة سجلت 175 ألف إصابة وهو أقل مثل ما تفضلت في رقم خلال الجائحة. الوضع الصحي نعم أكثر سيطرة، أكثر السيطرة عدد الأسرة المتوفرة في العاصمة نيودلهي ازداد حقيقة. يتوفر الآن تقريبا 20 ألف سرير و 5000 سرير للعناية المركزة. نعم. طيب دكتور قطيبة، يعني هل هناك توزيع عادل للقاحات بين الولايات الهندية لضمان القضاء أو الحد من انتشار الفيروس؟ حقيقة الولايات وبالنسبة للقاح، اللقاح مثل ما تعرفون أنه الهند في يوم من الأيام استطاعت أن تلقح تقريبا 3 ملايين و 600 شخص يوميا، والبارح لقحوا تقريبا مليونين و 200 ألف شخص، ووصلت عدد التلقيحات إلى 200 مليون و100 ألف شخص للتلقيح. بعض من الولايات مثل نيودلهي عندها يعني رؤية أنه خلال الثلاث شهور القادمة يجب أن جميع سكان نيودلهي أن يكونون ملقحين، فاضطروا إلى نشر مناقصات للقاحات العالمية كفايزر وسبوتنيك الروسي اللي هم يتوقعون انه في شهر اغسطس انه راح يكون انتاج لسبوتنيك في الهند. اللقاحات اكثر شيء يعني تتجه نحو الانظار نحو مدينه مهاراشترا، ولايه مهاراشترا، مدينه بومباي الاكثر تضررا بالجائحه ومدينه دلهي. نعم. طيب دكتور، يعني بعد تسجيل هذا الرقم الأدنى منذ 45 يوما، هل نستطيع القول أن الهند بدأت بالفعل في المنحنى التنازلي أو في السيطرة على الوباء؟ نعم أكيد، لأنه حسب نلاحظ اليوم حاليا مدينة دلهي اللي كانت تسجل 28 ألف إصابة، طبعا هذه 28 ألف إصابة الأرقام المذكورة اللي ممكن الناس تعمل فحوصات، اليوم نلاحظ انه مدينه دلهي سجلت 956 اصابه. نعم. وحالات الشفاء 2300، ونزلت نسبه الاصابات الموجبه من كانت 30% الى 1.1%. نعم. طبعا اكيد السيطره تمت، وان شاء الله احنا نلاحظ الاسبوعين القادمه انه الهند سجلت تقريبا 100,000 الى 90,000 اصابه، لكن الحذر واجب، وانه الدرس اللي اخذناه في الموجه الثانيه يجب انه يستمر وانه يكون استعداد اكثر اذا كانت موجه ثالثه، وهذا هو ما
يتطرقون الى الان الحكومه الهنديه والاطباء الهنود انه موجه ثالثه على الاقل تكون اقل فكا من هذه الموجه الثانيه اللي اودت حاليا بحياه 45 طبيب بمجمل الهند. نعم بالطبع نامل في ذلك. شكرا لك دكتور قطيبه الحمداني الخبير البيولوجي من نيودلهي. خضع مواطنون في مدينة كوانجشتو جنوبية الصين لاختبارات جماعية للكشف عن كوفيد-19 حيث تحركت السلطات للسيطرة على الارتفاع الأخير في الإصابات. هذا وأغلقت السلطات أحد الأحياء المركزية وأمرت سكانه بالبقاء في منازلهم. وأنت مدينة كوانجشتو وهي مركز تجاري وصناعي يسكنه 15 مليون نسمة شمال هونغ كونغ 20 إصابة جديدة خلال الأسبوع الماضي. سجلت ماليزيا أكثر من 9000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وهي أعلى زيادة يومية منذ بدء الجائحة، ويعتبر هذا هو خامس يوم على التوالي تسجل فيها البلاد عددا قياسيا من الإصابات، ليرتفع الإجمالي إلى أكثر من 558 ألف إصابة. أعلن وزير الصحة الفيتنامي عن اكتشاف بلاده سلالة جديدة من فيروس كورونا، وموضحا بأنها مزيج من السلالتين الهندية والبريطانية وتنتشر بسرعة عن طريق الهواء. وقال إن فيتنام ستعلن عن السلالة المكتشفة حديثا للعالم قريبا. تدرس اليابان استمرار بعض الإجراءات التقيدية في مواجهة كورونا بعد انتهاء حالة الطوارئ، وأوضحت الحكومة اليابانية أنها قد تخفض حالة الطوارئ إلى تدابير شبه طارئة، والتي تسمح أيضا للسلطات المحلية بفرض قيود مثل طلب إغلاق للمطاعم مبكرا. يهدف الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إنفاق ب 88 مليار دولار من أجل تمويل تطوير النقل والطرق. يأتي ذلك خلال ميزانية اقترح الرئيس الأمريكي لوزارة النقل تركز بقوة على البنية التحتية للبلاد ومعززة تمويل القطارات ووسائل النقل وكذلك الإنفاق على الطيران وسلامة الطرق السريعة. وتعد تلك الخطة منفصلة عن اقتراح جو بايدن للبنية التحتية والوظائف التي يزيد عن تريليوني دولار. أكدت الولايات المتحدة أنها لا تنوي العودة إلى معاهدة الأجواء المفتوحة، ومتهمة روسيا بأنها لم تقم بأي خطوات لمعاودة الامتثال إليها. واعتبرت الخارجية الأمريكية أن انتهاكات روسيا قوضت المعاهدة. وجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحب من معاهدة الأجواء المفتوحة والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2002، وكان هناك في البداية 35 دولة موقعة عليها تسمح بتسيير رحلات جوية لمراقبة الأنشطة العسكرية لبعضها البعض. يصوت القبارسة غدا لانتخاب أعضاء البرلمان، ووفقا لبنيات اللجنة العليا للانتخابات فإن 658 مرشحا من 15 حزبا سياسيا يتنافسون على 56 مقعدا في البرلمان. وبحسب البيانات يحق لقرابة 558 ألف ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية. أعلن مسؤول إندونيسي ووسائل إعلام إيرانية رسمية أنه تم الإفراج عن ناقلة ترفع علم إيران وكانت محتجزة في إندونيسيا منذ يناير. وقال المتحدث باسم خفر السواحل الإندونيسي أنه تقرر الإفراج عن الناقلة بعد صدور حكم قضائي بذلك في وقت سابق من الأسبوع. وكانت إندونيسيا قد قالت لدى احتجاز الناقلة أن خفر السواحل اشتبه في نقلها نفطا على نحو غير مشروع في مياه البلاد، في حين قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن الاحتجاز كان بسبب مسألة فنية تحدث في مجال الشحن.
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية سفير أحمد حافظ بأن مصر تعمل لتحقيق الاتساق ما بين حفظ السلام وبناء السلام، وذلك في إطار رئاستها الحالية للجنة بناء السلام بالأمم المتحدة لعام 2021. هذا وأوضح متحدث الخارجية بأن ذلك يأتي في ضوء ريادة الرئيس السيسي لملف إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات بإفريقيا. تشارك مصر بدور فاعل في قوات حفظ السلام انطلاقا من دعمها لجهود السلام والأمن في كافة أنحاء العالم. والآن وقفة مع أهم الأخبار الاقتصادية. أعنى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بأن تقريراً لمجموعة البنك الدولي أفاد بأن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعاني من كبر حجم هامش اقتصاداتها غير الرسمية. هذا وأشار إلى أن عدة دول تعمل جاهدة لتحديد هذا الهامش، ومنها مصر، والتي أكد تقرير تبنيها إصلاحات ضريبية وتسهيلات في الإجراءات أثبتت نجاحها عالميا. هذا ولفت إلى أن مصر قامت على توفيقها مع الوضع المحلي بجانب استحداث آليات للدفع والتحصيل الإلكتروني تسهل وتشجع أصحاب الأعمال على الانتقال إلى قنوات الاقتصاد الرسمي والاستفادة من التسهيلات المالية والمقدمة ومميزات العمل داخل الاقتصاد الرسمي. انضمت 400 من كبرى الشركات المستوردة إلى النظام الجمركي للتسجيل المسبق ACI للشحنات منذ انطلاقه تجريبيا في أول إبريل الماضي. وأوضح وزير المالية محمد معيط أنه لم يتم رفض طلبات استيراد أي شحنة تمت عبر هذا النظام حتى الآن، بما يعكس حرص المستوردين والمستخلصين الجمركيين على استيراد البضائع والمنتجات المصرح دخولها للأسواق المصرية. ونوه معيط بتدريب 1000 شركة وعقد 40 ندوة افتراضية ل 3500 مستورد ومستخلص جمركي على إنشاء حساب إلكتروني على منصة نافذة، وذلك للحصول على التوقيع الإلكتروني. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد عن اعتزام الحكومة زيادة رسوم الجمركية خلال الفترة المقبلة. هذا وقال المركز إنه تواصل مع وزارة المالية، والتي أكدت بأن الرسوم الجمركية على مختلف الواردات ثابتة دون أي زيادة، ومشيرة أنه جاري تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكانة منظومة الإدارة الجمركية، والذي يسهم في تقديم عدد من التيسيرات للمتعاملين مع مصلحة الجمارك سواء من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركي وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية.
يبدأ غدا تسليم دفعة جديدة بواقع 720 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر لحاجزيها بمدينة حدائق أكتوبر. وصرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان بأنه تم تخصيص أيام محددة لتسليم الوحدات لمنع التزاحم عند إنهاء إجراءات التسليم وتجنبا للإصابة بفيروس كورونا، بجانب تخصيص مواعيد أخرى لمن تخلف عن الاستلام طوال فترة التسليم. يوفر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خدمة سداد أقساط القروض عبر منافذ الدفع الإلكتروني. هذا وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بأن ذلك يأتي وفقا لتوجيهات الدولة برقمنة مختلف الخدمات المقدمة للجماهير لتيسير عليهم وتوفير الوقت والجهد، وهو الأمر الذي زادت أهميته بعد ظهور فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها لمنع التكدس والزحام. جاري إعداد أدلة إرشادية للتعدين في مصر حتى في المناطق المحمية، وإتاحة فرص لدمج المجتمع المحلي للمحميات في تلك الصناعات. في كلمة ألقتها وزيرة البيئة نيابة عن رئيس الوزراء عبر خاصية الفيديو كونفرنس في المائدة المستديرة حول الصناعات الاستخراجية كمحرك نحو التنمية المستدامة في المنطقة العربية، أكدت الوزيرة أن الحكومة عملت خلال العام ونصف الماضي على إعادة النظر في القانون المنظم لعملية التعدين في مصر. والآن مشاهدينا وقفة مع أخبار الرياضة. توافدت الجماهير الإنجليزية إلى مطار بورتو البرتغالي لحضور مباراة نهائية دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي. هذا وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد قرر السماح لأكثر من 16 ألف متفرج لحضور المباراة النهائية لدوري الأبطال. وذكر الاتحاد الأوروبي بأن السلطات البرتغالية قد أكدت بأن 33% من سعة ملعب بورتو ستستقبل الجماهير في المباراة النهائية، وذلك مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. أنظار مشجعي كرة القدم تتجه نحو استاد الدراغاو بمدينة بورتو البرتغالية لمتابعة نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي إنجليزي خالص للمرة الثالثة في تاريخ البطولة. مان سيتي يبحث بقيادة مدربه غوارديولا عن لقبه الأول في البطولة الأوروبية، بينما يطمح مدرب تشيلسي توماس توخيل الذي خسر نهائي الموسم الماضي مع باريس سان جيرمان إلى قيادة البلوز للقبهم الثاني في المسابقة. في طريقه إلى النهائي فاز السيتيزن في آخر 7 مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، محققاً أطول سلسلة انتصارات لنادي إنجليزي في دوري الأبطال، كما أقصي باريس سان جيرمان الفرنسي من نصف النهائي حيث فاز في الذهاب بهدفين لهدف وفي الإياب بهدفين دون رد. أما تشيلسي فتلقى 4 أهداف فقط في طريقه إلى نهائي تشامبيونز ليج، وهي أقل نسبة أهداف تلقاها فريق منذ موسم 2006. كما أقصي ريال مدريد الإسباني من نصف النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مجموع المباريتين. أجواء مشتعلة في مدينة بورتو البرتغالية ترقباً لحضور أكثر من 16 ألف مشجع من جماهير ناديي تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا، وتضع قوات الأمن والجهات المنظمة اللمسات الأخيرة للحيلولة دون وقوع أي حوادث.
مشاهدينا، ونتابع الآن لقطات مباشرة من مدينة بورتو لتوافد الجماهير إلى الملعب لحضور مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي. أكد الإسباني جوزيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي أن فريقه سيكون عليه أن يعاني إذا أراد الفوز على تشيلسي في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ومشيرا إلى أن حجم المباراة وأهميتها هو كبير. أنا متأكد بأننا سنعاني من أجل الفوز بالمباراة النهائية. معظم الأوقات في المباراة النهائية تكون معاناة. يجب أن تكون مرنا وأن تحاول التكيف مع اللحظات السيئة التي تمر بها. في النهاية يجب أن نظهر بأسلوبنا المعهود وأن نقدم مباراة جيدة. كل ما أستطيع قوله هو أنني أسعد رجل في الوقت الحالي. إنه امتياز وشرف. وفي المقابلة أكد الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي جاهزية جميع لاعبيه لخوض مواجهة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام نظيره مانشستر سيتي في لقاء إنجليزي خالص. المباراة أكبر من مواجهة بين اثنين مدربين. نحن لا نلعب رياضة التنس. سأقوم بإعداد فريقي وسيجهز فريقه. من الصعب دائما اللعب ضد السيتي عندما يكون بيب مدربهم. لديهم فريق ثابت ونجاحات ضخمة على مدى سنوات وعقلية الفوز باستمرار. يلتقي منتخب مصر لكرة الصالة مع منتخب المغرب في 6 مساء اليوم في نهائي البطولة العربية لكرة الصالة التي تستضيفها مصر. هذا وكان المنتخب الوطني قد نجح في التأهل إلى الدور النهائي عقب فوزه على منتخب الإمارات 4-3. توج الأهلي بلقب بطل كأس السوبر الإفريقي لكرة القدم بعد فوزه على فريق نهضة البركان المغربية 2-2 في المباراة التي جمعتهما في العاصمة القطرية الدوحة. وسجل هدفي الأهلي محمد شريف في الدقيقة 57 وصلاح محسن في الدقيقة 82 من زمن اللقاء ليتوج الأهلي بلقبه 7 في تاريخه. يواجه فريق طلائع الجيش نظيره سيراميكا في 9 اليوم على استاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الممتاز. هذا ويحتل الطلائع المركز 11 بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، بينما يحتل سيراميكا المركز 9 برصيد 31 نقطة. أظهرت إيطاليا استعدادها القوي لبطولة أوروبا لكرة القدم بعد أن فازت على سان مارينو 7-0 في لقاء ودي. وستلعب إيطاليا مباراة ودية أخرى ضد جمهورية التشيك في يوم الجمعة القادم في بولونيا قبل أن تبدأ مشوارها في بطولة أوروبا التي تنطلق في 11 يونيو وتمتد حتى 11 يوليو. وتفتتح إيطاليا مشوارها بالبطولة أمام تركيا قبل أن تواجه سويسرا وويلز وتخوض كل هذه المباريات في روما. يواصل المنتخب البرازيلي استعداداته لمواجهة الإكوادور وباراغواي الشهر المقبل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022. وسيسمح للاعبين الذين يلعبون لأندية برازيلية والذين سيخوضون نهائي دوري أبطال أوروبا بالانضمام للمعسكر حتى يوم الاثنين المقبل، وهو الموعد المحدد لاكتمال صفوف المنتخب البرازيلي. وتصدر البرازيل تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 12 نقطة ب4. يواصل منتخب الأرجنتين تدريباته استعدادا لمواجهة تشيلي يوم 3 يونيو في تصفيات أمريكا الجنوبية والمؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.
وتحتل الأرجنتين المركز الثاني بجدول ترتيب التصفيات برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل، وتبتعد بفارق نقطتين فقط خلف البرازيل صاحبة العلامة الكاملة، وتلاحقها الإكوادور ب9 نقاط، بينما يحتل تشيلي المركز السادس برصيد 4 نقاط. ختام هذه النشرة الآن تذكرة بأهم ما جاء بها من عناوين. الرئيس السيسي يتفقد تطوير عدد من المحاور والطرق بشرق القاهرة. الرئيس العراقي يشدد على إجراء الانتخابات في موعدها ويدعو لتحكيم لغة العقل لتجاوز الأزمات. ومنظمة الصحة العالمية تدعو إلى فصل السياسة عن العلم في تتبع أصل فيروس كورونا. انتهت النشرة الإخبارية، وللمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستغرام ويوتيوب. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، وقدمنا إليكم هذه النشرة نهى درويش ودنا مدحت.